مشاهدينا، حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد وليد كانو، نائب الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين. مرحبا بك في نشرة الثالثة. ما هو دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مملكة البحرين في التنافسية الاقتصادية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على هذه المداخلة التي نعبر فيها إن شاء الله عن رأي غرفة التجارة والصناعة في هذا الموضوع الهام. الحقيقة القطاع الخاص في مملكة البحرين يلعب دور مهم جدا في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية. وإذا أخذنا بالمؤشر الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام 2020 و2021 نجد ارتفاعات في القطاع السياحي زادت من 272 مليون دينار إلى 709 مليون دينار خلال نفس الفترة اللي هي الربع الثاني من العام 2020 و2021. النمو كان تقريبا 161، وهذا طبعا لا يكون حققنا الأرقام بدون الدعم الكبير من الحكومة المؤثرة للتصدي لأثار جائحة كورونا. فيما يتعلق بدور القطاع الخاص بتعزيز مكانة البحرين الاقتصادية التنافسية، طبعا احنا نقدم الشكر إلى مملكتنا لحكومتنا الرشيدة على اعتماد الإقامة الذهبية التي كان لها الأثر الكبير والمهم على دعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات، خصوصا القطاع العقاري الذي كان يعني بصمته واضحة بسبب هذا القرار المهم من قبل الحكومة، والذي إن شاء الله يكون لها يعني تأثيرات اقتصادية إيجابية على جميع القطاعات. نعم، السيد وليد كانو، نائب الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك.